حياكم من جديد واخبار ومنوعات راح نبداها باولى اخبار اليوم. يعني اتوقع راح تنصدموا معاي من اللي راح تشوفوه تحديدا في اول خبر اللي صورته عدسات الكاميرا في الصين لمبنى ضخم مؤلف من 5 طوابق وهو يطفو على وجه الماء. تخيلوا تكونوا ماشيين تشوفوا مبنى ضخم قاعد يتحرك قدامكم في البحر. طب ايش قصة هذا المبنى؟ طبعا يتحرك ببطء تحت جسر معلق زي ما احنا شايفين في الفيديو فوق النهر، واتضح لاحقا انه هذا المبنى المتحرك هو عبارة عن مطعم عائم. اضطر مالكي هذا المطعم انهم يغيروا مكانه بعد مخالفته لقوانين في الموقع الذي كان يرسو فيه. والله حبيت الفكرة أنه أنا أملك مطعم متحرك وكل مرة أخليه في مكان، وقت ما خالفت قوانين في المكان اللي أنا راسية فيه أغير مكان المطعم، وبالمرة يعني يكون تغيير حلو. يعني أروح كذا موقع بسفينة، ولا يعني واضح أنه سفينة بالنهاية. فكرة جدا جميلة حبيتها. إلى عملاق بحري عجيب راح نشوفه مع بعض، وغواص يصور هذه المواجهة، واستطاع المصور ستيف رؤية المخلوق البحري الغريب اللي يشوفه لأول مرة ويمتد طوله قرابة 8 أمتار. وواجه المصور المخلوق البحري الضخم والشبيه بالدودة، بس طبعا ضخمة هذه 8 أمتار، فقرب جزيرة شمال نيوزيلندا، منهيا بذلك بحثا استمر لمدة 10 أعوام. 10 أعوام هو يبحث عن هذا المخلوق، وأخيرا بعد ما لقيه خلاص وقف البحث وصور وواجهه. شيء جميل جدا صراحة. إلى خبر آخر، والبشرية راح تستغني عن وحدة الكيلوغرام. ليش؟ معقول نستغني بإيش نوزن؟ طيب إيش الوحدة اللي راح نستخدمها؟ هتعرفوا في هذا الخبر، وحيكون العلماء على موعد مع إنجاز من النوع الثقيل حينما يجتمع ممثلو أكثر من 60 دولة في فرساي بفرنسا للموافقة على تعريف جديد للكيلوغرام من خلال ربطه بخاصية أساسية للكون، وهي قيمة صغيرة ودقيقة من الفيزياء الكمية معروفة باسم الثابت الحسابي أو ثابت بلانك. وأتوقع هذه راح تكون الوحدة الجديدة بدل الكيلوغرام. إلى سناب شات. سناب شات يعني ما أعرف قاعد يستمر بالمنافسة الموجودة في مواقع التواصل الاجتماعي، ويطلق خاصية جديدة تحفظ فيها الصور وأيضا الفيديوهات، وقاعد يستعد تحديدا لطرح هذه الخاصية الجديدة للأصدقاء، إذ سيصبح بإمكان الأشخاص حفظ الصور ومقاطع الفيديو وأيضا الروابط لفترة طويلة خارج المحادثة مو داخل المحادثة، عشان تقدر أنكم ترجعوا لها في أي وقت للاطلاع عليها مع الأصدقاء. خاصية جميلة ولكن ما غيرت شيء، يعني هم 24 ساعة وتروح نقدر نحفظ الصور والفيديوهات والروابط داخل المحادثة. توقع ما حيحدث فرق كبير إذا حفظناها خارج المحادثة. وخلصت أخبارنا.